خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نروح نعرف معاكم كده فقرة سريعة أو قراءة سريعة في أهم الأخبار. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار البيان السادس للعملية سيناء 2018 عن القبض على عدد 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، وأيضا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما تضمن البيان السادس اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زرعها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض، عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات. خلونا نتابع البيان. استمرارا للعملية الشاملة سيناء 2018، يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة وتطويق قطاع العمليات. القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة. القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية. ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية. تدمير 143 عشة ووكرا ومخزنا. اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات. وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 نفذت القوات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق عدد 4 صواريخ أرض بحر وسطح بحر، وذلك في إطار التدريب على التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية. فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتخفيف العبء وتلبية المطالب والاحتياجات الأساسية لأبناء سيناء بمناطق العمليات. تم توزيع كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية المجانية على المواطنين بعدة مناطق بنطاق شمال ووسط سيناء، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب. وفي ملحمة قتالية يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية
من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.